بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان يدور الدور كلها آمين. ازيكم عاملين ايه؟ بجد كلكم وحشتونا جدا، وحشتوا الخدام جدا، وحشتوا الكنيسة جدا. عارف الفترة دي ممكن تكون صعبة علينا، أغلبنا قاعدين في البيت طبعا مش بنتحرك، تعبانين وزهقانين. بس هنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نفوتش الفترة دي كده وخلاص، لا بالعكس نحاول نطلع منها بحاجة جديدة، حاجة مميزة، حاجة قدرنا فعلا نتعلمها أو نحفظها. عشان كده احنا المفروض النهاردة ده هيبقى أول فيديو نبدأ فيه ان احنا نحفظ أو نحفظ مع بعض ألحان المهرجان. المنهج بتاع تالتة ورابعة في 4 ألحان، منهم 2 معايا و2 مع أستاذة بنوب سعد. هينزل تقريبا كل أسبوع فيديوهين، واحد ليا واحد لأستاذة بنوب، الجزء بتاع الألحان دوت. نحاول على قد ما نقدر احنا ممكن نحفظ مع بعض، ولو في اي مشكلة نعيد الفيديو كذا مرة ونتفرج عليه كذا مرة ونحاول نحفظه كتير، لان تقريبا اكتر الحان بتبقى ثابتة معانا ومكملة معانا بعد كده هي الالحان اللي احنا بناخدها في المهرجان. احنا بنقعد تقريبا فترة السيب كله بنحفظ في 4 ألحان، هم عددهم مش كبير وفي نفس الوقت مش صعبين خالص، فعشان كده دول أكتر حاجات بتبقى ثابتة معانا، أكتر حاجة المفروض احنا لما بنركز عليها، يعني غير مثلا الألحان اللي احنا بناخدها في مدرسة الألحان أو في أي مكان تاني في حصة الألحان أو عامة. يعني الألحان بتاع المهرجان بتبقى مختلفة، إن هي فعلا أكتر ألحان بتبقى ثابتة معانا وأكتر ألحان بتثبت في دماغنا فترة كبيرة أوي. فنحاول على قد ما نقدر نركز فيها ونحفظها عشان نطلع على الأقل من الفترة دي مستفيدين بحاجة، ما يبقاش وقتنا كله ضاع في اللعب وكده. هبدأ أنا بأول حاجة بمراد صلاة الصلح يتن برزبية، وهحاول أعيد الكلام كذا مرة وأعيد الطريقة كذا مرة عشان نحاول نحفظها مع بعض. هنبدأ هنقول الكلام مع بعض كده في الأول كام مرة، وهنحاول نقسمها على قد ما نقدر بحيث الموضوع ما يبقاش صعب. هو اوريدي الموضوع مش صعب، يعني المرد تقريبا بيتقال بريتم واحد واختلاف بسيط بس في كام حتة، بس اغلبه بنسبة كبيرة قوي سهل، وممكن النهاردة يعني في الفيديو ده هنخلص منه جزء كبير جدا. نبدأ بالكلام. هي تن برزفية انتيتي تي او تو كوس اس او واب ماريا تشويس اري اه متنان امبيكو ايفول انتين النوبي. ده اول جزء او ده جزء من المرض. نقول الكلام مره كمان. هي تن بريزفيا انتيتي ثي اوتو كوس اس او واب ماريا تشويس اري اه متنان امبيكو ايفول انتين النوبي. نسمع كده الطريقه بسرعه. هي تن بريزفيا انتيتي ثي اوتو كوس اس او واب ماريا. تاني. هي تن برز فيان تيتي تي اوتو كوسس اواب ماريا. مرة كمان. هي تن برز فيان تيتي تي اوتو كوسس اواب ماريا. شوي صاري اه موت نان بيكو اه فولنتين النوبي. نقول الكلام بتاع الجزء الاخير ده مرة كمان. شوي صاري اه موت نان بيكو اه فولنتين النوبي. شوي صاري اه موت نان بيكو اه فولنتين النوبي. اخر مرة. شوي صاري اه موت نان بيكو اه فولنتين النوفي. مرة كمان من الأول. هي تن برز فيان تيتي تي اوتو كوسس اواب ماريا. شوي صاري اه موت نان بيكو اه فولنتين النوفي. تن او اوش تموكو بخريستوس. نقول طيب الكلام بتاع الجزء الجديد ده. تن او اوشت اموكو بخريستوس نيم بي كيو تن اغاسوس نيم بي ابنف ما اس او واب جي اك اي اك سوتي امون. مرة كمان.
تن او اوشت ام موك او بخريستوس نيم بكيوت ان اغاصوس نيم بنفما اس او واب جي اك اي اك سو تي ام مون. نقول بقى بالطريقة تن او اوشت ام موك او بخريستوس نيم بكيوت ان اغاصوس نيم بيبنف ما اس او واب جي اك اي اك سو تي ام مون. مرة كمان أخيرة تن او اوش تم موكو بخريستوس نيم بكيو تن اغاصوس نيم بيب نيف ما اس او وام جي اك اي اك سو تي ام مون. مرة بقى من الأول أو مرتين تلاتة كده من الأول هي تن برز في ان تيتي ثي او تو كوس اس او واب ماريا تشوي ساري اهموت نانم بيكو ايفولن تن النوبي تن او اوش تن موكو بخيرس توس نم بكيو تن آغا صوت نم بيب نف ما اس او واب جي اك اي اك صوتي امون. يلا احنا عمالين نقص كده، احنا خدنا كام حرف من الشقي فاكرين؟ خدنا عم فتحة الالفا آ وحرف الاي برافو اللي هو فعم كسرة بنطق ايه، حرف ايه كمان، ايه كمان يا ولاد، حرف الاي ده اللي لسه واخدينه اللي هو الاتش ده، وبيتنطق يه طويلة ايه. ممتازين، يلا بينا نكمل. الحرف ده حرف جميل جدا سهل جدا، عايزكم تركزوا معايا فيه. خلاص اسمك ايه يا حرف انت؟ انا اسمي حرف ثيتا. ثيتا يعني ف ف ف، ركز قوي، في فرق بين السيتا الثيتا كده بالث وان اقول س، مش في فرق برضو في العربي يا اولاد لما اجي اقول ايه في فين فين ولما اقول سين، في فرق فين وسين، ده ثيتا حرف الايه ثيتا. طيب بتتكتب ايه؟ سهل وهناخده دلوقتي، عبارة عن دايرة زي ما احنا شايفين وشرطة في النص، دايرة وشرطة في النص. طيب يا ثيتا، طيب بتلعب ولا ايه انت يا حرف الثيتا؟ يا حرف الثيتا بتلعب ولا لا؟ بصراحة انا بلعب بصراحة، بس انا لعبيكي سهلة جدا صدقني ومش هتاخد معاك وقت. طيب ممكن تقول لنا؟ حاضر، انا هتنطق ت، هتنطق ت، لو جه قبلي الحرفين دول حرف اسمه السيما اللي هو زي السي بالانجلش بالظبط وهناخده طبعا واحنا ماشيين، وحرف اسمه الشاي، حرف اسمه الشاي دبليو ديل. خلاص يبقى لو جه قبلي سيما او شاي معلش انا هتنطق ت. طيب لو ما جوش قبلي انا راجل غلبان هتنطق ثها عادي اللي هو اول حرف في اسمي. يبقى انت يا ثيتا بتلعب، معلش بلعب لعبتين سهلين، لو جه قبلي سيما او شاي هتنطق ت، طيب ولو ما جاش قبلي سيما او شاي معلش بقى اسمي العادي ث عادي جدا. طيب ممكن تقولي بقى بتتكتب ايه عشان نعدي السيتا؟ خلاص يلا بكل بساطة، تعرف ترسم دايرة؟ في مشكلة ان احنا كلنا نرسم دايرة؟ اظن كلنا نعرف نرسم دايرة. يلا دايرة عادية اهي، معلش يلا دايرة عادية اهي، خلاص باظت مني معلش نرسمها تاني، دايرة يلا دايرة وشرطة في النص هي دي السيتا. ها سهلة جدا سهلة جدا، دايرة وشرطة في النص، كمان مرة سيتا، دايرة وشرطة في النص، دايرة وشرطة في النص، هو ده الثيتا كله طبق جميل. تمام يلا تيجي نكمل. يبقى احنا كده قلنا الحرف ده اللي هو دايرة وشرطة في النص اسمه حرف الايه
الثيتا، انطق ورايا، ثيتا كمان مرة، ثيتا، برافو. بتتكتب ايه؟ انا دايرة زي ما احنا شايفينها وشرطة في نصي، برافو. بتلعب ولا ايه يا ثيتا؟ انا هتنطق ت لو جه قبل سيما او شاي، لو جه قبل سيما او شاي هتنطق ت. وهتنطق ت امتى؟ لا لو ما جاش قبل سيما او شاي بقى خلاص، انا ايا لو جيت في اي كلمة مش قبل السيما او الشاي دول هتنطق ايه؟ ف. اتفقنا؟ جميل، يلا نكمل. تعال ناخد حرف ايه اللي بعد كده. الحرف ده جميل، وده تالت حرف في حروف عامة كسرة. احنا قلنا في عامة كسرة خدنا الاي وخدنا الايتا، طب تالت حرف في حروف عامة كسرة اللي هو حرف الايه، اللي هو ده. اسمك ايه؟ انا اسمي يوتا. حرف لطيف وجميل، يا ريت كده كلنا نعرفه مع بعض بسهولة. بتتكتب ايه؟ ده عايز تركيز شوية، مش صعب، بس الكابيتال هنا بيختلف عن السمول. خلاص الجوري غير عن الكوجي هنا يختلف. اوكي طيب، اوكي. بتلعب ولا ايه؟ بتلعب ولا ايه؟ ده ما بيلعبش. طب انت اكيد هنطقك ايه، احنا قلنا الاي ايه والايتا ايه، اليوتا بقى يه صغيرة، يه صغيرة يعني ما تبقاش طويلة ايه، لا تبقى صغيرة ايه ايه. خلاص خلاص، يبقى اليه الصغيرة دي هي الايه، اليوتا. لكن الايتا تبقى ايه، زير طويلة. اوكي، وزي مثلا الاي، لا دي ايه مفتوحة لفوق مختلفة خالص، ايه بيت. خلاص ماشي. طيب اليوتا بقى ده اللي هو ايه، ايه صغيرة ايه، يه صغيرة ايه. طيب اوكي يلا نكتبه مع بعض. الكابيتال ازاي؟ بكل بساطة سهل جدا، زي الاي بالانجلش. الاي بالانجلش الكابيتال، مش بيبقى عبارة عن عصاية وشرطة وشرطة؟ هو ده اهو، عصاية شرطة وشرطة، ده اللي هو اليوتا الكابيتال. نعمله مرة كمان، عصاية عدلة وشرطة وشرطة، عصاية وشرطة وشرطة. طب بالسمول، عصاية برضو بس ديل شمال من تحت وديل يمين من فوق، سهل اهو قوي. تمام اهو، عصاية برضو وديل من تحت وديل من فوق، عصاية برضو ديل من تحت وديل من فوق، ديل شمال من تحت وديل يمين من فوق، اهو ديل شمال من تحت وديل يمين من فوق. لكن الكابيتال عصاية، يبقى هما الاتنين عصايتين، الكابيتال عصاية وشرطتين عدلين فوق وتحت. طب والسمول، عصاية ديل شمال من تحت ديل يمين من فوق. ها سهل سهل، يلا بينا نكمل بعد حرف اليوت. فاكرين بقى يا ولاد احنا كده خدنا كام حرف من بتوع المتحركين الشقي عشان نجمعهم مع بعض؟ الألفا خدناه عم فتحة، وخدنا من عينة عم كسر كام حرف لحد دلوقتي؟ تلاتة. أول حرف الأي يتنطق كده إيه، تاني حرف الإيتا يتنطق كده إيه طويلة، تالت حرف اليوتا يتنطق إيه صغيرة إيه، اللي هو ده اليوتا. بيتكتب عصاية الكابيتال وشرطتين، وعصاية وديل من تحت وديل من فوق، يبقى تمام. بيلعب ولا إيه؟ ما بيلعبش، غلبان، ويتنطق إيه صغيرة ايه، بس كده. يلا نكمل يلا نكمل. طيب الحرف اللي بعد كده بقى اللي هو اللي قدامنا ده، ده حرف سهل قوي، ما بيفكرش ولا في اي حاجة تضايقنا. الحرف ده حتى في كتابته انا مش هكتب لان انت عارفه، كي بالانجلش، كي بالانجلش عادي جدا، اه كي بالانجلش. بس الكابيتال معلش، وانت بتكتب ابقى زود ديل في الشرطة المايلة دي، واللي السمول لا، السمول كي عادي جدا. خلاص يبقى بس الكابيتال وانت بتكتبه ابقى زود العلامة اللي هي الديل دي، ديل بسيط كده من فوق، واللي سمول عادي. فاسمك ايه؟ طيب انا اسمي كبة. الكبة ده احنا خدناه قبل كده فين؟ احنا سمعنا عنه. فاكرين الحروف الحلقية اللي قلنا في الغمة فيه أربعة لو جم ورا الغمة يخلي النطق النون، كان منهم الغمة وتاني حرف ده الكبة. خلاص بتتكتب ايه؟ بتكتب زي الكيبل انجليش. طيب بتلعب ولا ايه؟ انا راجل غلبان ما بلعبش، انا ليا نطق واحد كاف وبس على كده، ده غلبان جدا ما ياخدش معانا وقت. حرف الايه؟ الكبة. حرف الايه؟ الكبة.
يبقى احنا كده لو رجعنا كده الحروف مع بعض، خدنا حرف الألفا، فيتا، غاما، دلتا، اي، سو، زيتا، ايتا، ثيتا، يوتا، كابا. ايه رأيكم؟ اه سهل، ما دام عرفنا الثلاث اسئله جاوبناهم هنقعد نجري في الحروف، مفيش حاجه تبقى صعبه. يبقى الحرف ده اسمه حرف الايه يا اولاد؟ الكبه. ممتازين. اللي بعديه حرف لطيف، حرف دلوع. حرف دلوع ده هو حرف، فاكرين الدلتا اللي قلنا شبه الالفا بس من غير ديول؟ اهو ده هو الدلتا، بس ما تقفلوش من تحت، سيبه مفتوح بس كده. ها ده اللولة، محتاج ان انا اكتبه؟ اعتقد مش محتاج. طب اتفضلوا كده اكتبوه، اسمه حرف ايه ده؟ انا اسمي لولة، انا الدلوع، انا الحرف الدلوع، اسمي لولة، انا هو حرف الدلتا، بس لما تيجي تكتبني شيل مني بس القفلة اللي تحت دي اللي هي العصاية اللي من تحت، بقيت كده انا العصاية من غير ديل وسنتين من غير ديل، وما تقفلنيش، سيبني كده مفتوح من تحت، ما تقفلش العصايتين. ايه رأيكم؟ تمام، يبان عليه كده ده راجل دلوع. تفتكروا ان هو بيلعب؟ هيلعب ايه؟ هيفكر يعني في نطقه وكده؟ لا، ده غلبان دلوع، فايه ما بيلعبش. اللولة والكبة دول غلابة، لا بيلعبوا ولا بيعملوا اي حاجة، هما بيتكتبوا سهلين ويتنطقوا سهلين. ده يتنطق لام اول حرف من اسمه، والكبة يتنطق كاف اول حرف من اسمه، حرفين سهلين قوي. الكبة كيبل انجليش، واللولة هو الدلتا بس متقفلوش من تحت بس كده. ايه رأيك؟ سهل جدا. طيب قدامكم ثانيتين تلاتة كده، يلا اكتب اللولة بسرعة. تحبوا اجرب لكم؟ حاضر حاضر، تعال افكركم بيه. اهو فين العصاية؟ اهي. طيب اتفضل بس كده. ما قفلتش ليه يا مستر؟ لا، اصل انا لو قفلت تبقى الدلتا تبقى عامله كده كده كده، بقت الدلتا. طب ولو ليها ديول؟ لو ليها ديول كده واتقفلت بنص دايره يبقى ده حرف الايه. برافو، الالفا. ممتازين، خلاص خلص اللولة. تمام، كله كتب، كله عرف بيتنطق ايه اللولة. هو بيلعب؟ لا ما بيلعبش. طب بيتنطق ايه؟ لام. ممتازين، يلا نكمل. يبقى ده اللول. ناخد اللي بعده، شوف اللي بعده حرف الايه. حرف غلبان. بصوا كده في اربع حروف ورا بعض هنا، غلابة، لا بيلعبوا ولا بيعملوا اي حاجة، ساكنين في حالة. الحرف ده بس احنا ده هنركز شوية في كتابته. هو حرف ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي مي. اسمك ايه؟ اسمي مي. جميل. بتتكتب ايه؟ هنركز فيه شوية لأن الكابيتال مختلف هنا عن السمول، فلازم نروح نكتبه في الوايت بورد ونركز فيه. بتلعب ولا إيه؟ أنا قلت غلبان. غلبان يعني إيه؟ ما بيلعبش. طب فكر معايا يا ذكي، تفتكر بيتنطق إيه؟ القاعدة يبقى إيه؟ يبقى لأ، ما بلعبش وبتنطق ميم. حرف المي، ميم بس كده. اول حرف من اسم الحرف هو نطق الحرف. غلبان يبقى ما عنديش غير حل واحد، هو بيتنطق ميم اللي هو حرف المي، شبه الام بالانجلش. بس تعالى نكتبه. بص يا سيدي، لما تيجي تكتب المي الكابيتال هتعملها ازاي؟ بص، هتبدأ كده ان انت تعمل ديل من تحت وتطلع لفوق، تروح نازل في نفس الطلعة دي وتعمل كده، وتنزل من الطلعة دي وتعمل ديل. يعني تقدر تقول ايه؟ هي من الاخر فيها ديلين وشرطتين وفي النص ده نص دايرة. فخطواتها تتعمل ازاي؟ انا ببدأ بالديل، اهو الديل اللي من هنا، واطلع لفوق يلا معايا، وانزل تاني فيها، واروح طالع بالنص الدايرة دي وانزل تاني فيها واقفل بالديل الاخير. خلاص تعال نجرب تاني احسن، يلا مع بعض. فين الديل بتاعك؟ ادي الديل، طلعت انزل واطلع وانزل واقفل بالديل. خلاص ده الكابيتال، يلا نجربه كمان مرة بالازرق. يلا مين هيكتب معايا؟ ابدأ لي بالديل. يلا ادي الديل بتاعي، طلعت ونزلت في نفس مكاني، ورحت عامل نص دايرة وطلعت ونزلت في نفس مكاني، ورحت قافل بالايه؟ بالديل. ده الكابيتال. طب اللي سمول اخوه، بس هيفرق في ايه؟
بص بقى، هنا هطلع بالديل عادي، بس هنا مش هنزل، لا هعمل كده وهعمل كده وانزل. هنا بسيب مسافة، هنا مش بنزل في نفس مكاني، لا بروح داخل شمال شوية وانزل، واروح طالع وادخل شمال شوية وانزل. هي ده الفرق الوحيد بين الكابيتال والسمول، لكن الديل اهو ثابت، بس هنا منزلش في نفس مكاني واروح عامل نص الدايرة، منزلش في نفس مكاني واروح قافل بالديل اهو اهو. خلاص، ايه رأيكم؟ يبقى تعالي نكتب الكابيتال والسمول مع بعض. يلا بينا، يلا بينا، يلا مع بعض. الكابيتال ادي الديل، طلعت في نفس مكاني وانزل في نفس مكاني واقفل بالديل. طب التاني بقى السمول، المية السمول هروح عامل ازاي؟ طالع بالديل بس مش هنزل في مكاني، هعمل الدايرة اللي فوق دي واعمل دايرة هنا كمان وانزل بالديل بقى المي. ايه رأيكم؟ سهل؟ سهل جدا. اوكي يلا، الراجل ده ليه لعب في النطق يا ولاد ولا حاجة؟ لا، كبة لولة مي كلهم غلابة، الكبة كاف، اللولة لام، والمي ميم. اوكي، تيجوا ناخد رابع واحد برضو اخوهم غلبان، غلبان قوي، غلبان جدا. خلاص، اللي هو حرف الايه، اسمك ايه؟ ني، مي ني، مي ني، اخوات ورا بعض. خلاص، مي ني بتتكتب ايه؟ هنشوف دلوقتي. برضو المي والني، الكابيتال غير السمول، الكابيتال غير السمول، هنشوفهم دلوقتي، بس سهلين برضو يعني، زي ما المي كان سهل ده هيبقى سهل، هنشوفهم كمان شوية. بتلعب ولا ايه؟ غلبان. طب يا زكي بعد اذنك اتفضل، انت قول لي بيتنطق ايه، انا مش هقول حاجة. بيتنطق ايه؟ ما دام قلت ان هو ما بيلعبش يبقى نون على طول. انا بصيت عيني جت على طول كده، انتوا شاطرين وعينيكوا جت هنا وقلتوا على طول ان هو نون من غير ما انا اقول حاجة. يلا بسرعة على الوايت بورد علشان نكتب، جاهزين عشان نكتب الني. يلا، الني الكابيتال يا ولاد عامل ازاي؟ بص بقى يا سيدي، شرطتين عاديين اهو، شرطة وشرطة، واعمل هنا خط مايل كده اهو، شايفين؟ يبقى شرطة وشرطة وادي الخط المايل كده، ده الني الكابيتال، شرطة وشرطة، وفي النص خط مايع كده نازل زي القوس كده. تعالى تاني نجرب، يلا مع بعض يا ولاد، ادي الشرطة وادي الشرطة وادي الخط المايع. يلا تاني، شرطة قدامها شرطة زيها، خط مايع، يلا شرطة قدامها شرطة، خط مايع. طب مين بقى شاطر يعملها لي بقى على طول؟ يعني ايه مستر على طول؟ يعني ايه مستر على طول؟ يعني لو عملت كده، بصوا بصوا كده مثلا، سوري، كده وكده وكده، ده اللي ايده بقى مشيت يقدر يعمله لي كده على طول. خلاص، الاتنين صح، يعني واحد هيعمل لي كده وهيعمل لي كده وهيروح عامل كده، كله صح. طيب اللي سمول شبيهة برضو، بص ده كان كده، اللي سمول بقى لا هيبقى عادل، مفيش المياع دي، يبقى عامل كده، سوري بلاش الاخضر ده، محبش الاخضر انا، نجيب ده كده وقدامها كده شرطة عادلة كده. الفرق ان هنا مفيش مياعة، هنا على طول مفيش قوس، شرطة عادلة اهي. ايه رأيكو؟ سهل الموضوع، سهل الموضوع. يلا اخر مرة مع بعض، اعلامكم معايا، هنكتب ال ان او سوري الني الكابيتال، ادي الشرطة بتاعتنا، ادي الشرطة بتاعتنا وادي القوس بتاعنا. طيب والسمول، الشرطة بتاعتنا ودي الشرطة بتاعتنا، وهنا مش مايعة عدلة. ايه رأيكم؟ ممتازين ممتازين ممتازين، برافو عليكم. خلاص.